السيسي يشيد بجهود رجال الشرطة وتضحياتهم ويؤكد أن الإجراءات الاقتصادية كانت ضرورية. الأمم المتحدة تدعو لبقاء المفاوضات السورية تحت مظلتها وتباين موقفي الحكومة والمعارضة من بيان أستانا. العراق يعلن رسميا السيطرة على شرق الموصل. مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم إلى نشرة العاشرة. أهلا بكم. ومن العناوين إلى التفاصيل، ونبدأ بشأن المصرية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحفاظ على الأمن والأمان في بلد بحجم مصر يتطلب جهدا كبيرا وإنكارا للذات وتقديم تضحيات جسام. وفي كلمته خلال احتفال وزارة الداخلية بالذكرى 65 لعيد الشرطة، أشار السيسي إلى أن رجال الشرطة يبذلون العطاء دون انتظار أو مقابل سوى الاطمئنان على أمن الشعب وسلامته. إننا وإذ نستذكر بطولات رجال الشرطة في الماضي، فإننا نتوجه بأسمى عبارات التحية والتقدير والاحترام لبطولاتهم في الحاضر. فمع تغير طبيعة التحديات التي نواجهها، لم تتغير وطنية وصلابة وعزم رجال الشرطة. ومع تنامي ظاهرة الإرهاب البغيض، كان رجال الشرطة كعادتهم في الصفوف الأولى للمواجهة بجانب إخوانهم البواسل من رجال القوات المسلحة، وخلفهم أجهزة الدولة ومؤسساتها. كما كشف الرئيس خلال الاحتفال عن ضبط 1000 طن متفجرات في سيناء خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على ممولين للعمليات الإرهابية وبحوزتهم مئات الملايين من الجنيهات. احنا كنا بنتكلم في مجلس الدفاع الوطني، ومش هقول سر ولا حاجة، بنتكلم على حجم الأموال اللي تم ضبطها، وبنتكلم على حجم المتفجرات اللي تم ضبطها، وده يعتبر نسبة ضئيلة من الموجود. احنا بنتكلم على حتى الان على 1000 طن متفجرات، 8 طن 400,000 دولار، 8 طن 400,000 دولار، يعني 400 مليون دولار ل1000 طن. قدام منهم لا يقل عن 10 أمثال أو 20 مثل تم تدميرهم او تفجيرهم في سيناء. احنا وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، أكد الرئيس السيسي أن الحاجة كانت ضرورية للتدخل الشامل، وذلك من أجل إصلاح الاقتصاد وتصحيح مساره حتى يمكن بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأشار إلى أن الإصلاح يستهدف جذور المشكلات الضاربة في أعماق بنية الاقتصاد المصرية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق منهج شامل لتقوية الصناعة الوطنية وتحسين مزاياها التنافسية ودعم الاستثمار والقطاع الخاص. وأضاف الرئيس أن الحكومة تعمل جاهدة على ضمان عدالة توزيع الأعباء والتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا. وحول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف السيد المتخصص في الأمور الاقتصادية، معنا عبر الهاتف الآن الدكتور مصطفى أو فتحي مصطفى الشرقاوي، نائب رئيس جامعة عين شمس وأستاذ علم النفس السياسي. مرحبا بك دكتور فتحي. الدكتورة بسنت فهمي، مرحبا بك دكتور بسنت.
اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. بدايه دكتور بسنت، الرئيس السيسي تحدث عن الوضع الاقتصاد المصري الان ويسعى بجهود كبيره بالتعاون مع الحكومه المصريه حتى يتم تعديل الحاله الاقتصاديه المترديه الخاصه بحال المواطنين المصريين الان. كيف نظرت الى هذا التطور الخاص بالتطور في الاقتصاد المصري؟ شوفي، في جهد كبير قوي بيتعمل الحقيقه، لان كما ذكر السيد الرئيس الوضع حرج. واذا جاز التعبير انا اقدر الخص لحضرتك اربع نقاط اساسيه لازم يبقى عنا عليهم. اولا، حجم الاحتياطي النقدي اللي موجود في البنك المركزي. ثانيا، العجز في الميزان التجاري. ثالثا، عجز الموازنه العامه. رابعا، التضخم اللي تعب الناس كلها وارتفاع الاسعار. وكل دول مرتبطين ببعض، كل ده ما يتحلش الا بانك تحطي خطه انتاجيه واضحه، ازاي ترتقي بقطاع الزراعه وما يصنع عليها، ازاي ترتقي بقطاع صيد الاسماك، ترتقي بقطاع الصناعه، لان الحقيقه انت لازم ترفعي الناتج القومي الاجمالي بتاعك اكبر من كده بكتير. النسب اللي احنا بنتحرك عليها ما تقدرش تحل المشاكل في الوقت اللي الناس كلها منتظره. فأنا شايفة إنه الحقيقة مهمة قوي قوي في الفترة الجاية إنه كل قطاعات المجتمع تشتغل مع بعضها. في نقطة مهمة قوي كمان، إنك تقدري تعملي استقرار في الأمن الغذائي، ودي خطة هامة بتعمل عليها الدولة أيضا وبيعمل عليها البرلمان، إزاي تقدري تعملي أمن واستقرار غذائي. ده بقى بجانب وفي نفس الوقت بتكافحي الفساد وبتكافحي الإرهاب، يعني العملية مش سهلة. لكن فعلا الوضع الاقتصادي حارج، مش معنى انه حارج انه ما يتحلش، لا يتحل، واحنا ماشيين على الطريق السليم، والاجراءات اللي احنا اخذناها الحقيقه كانت اجراءات سليمه، كان لها اثار متعبه ولا زالت على الناس كلها مش بس على البسطاء والطبقه المتوسطه، لكن لازم نعرف ان احنا قدامنا شغل جامد قوي السنه الجايه، وان الانفراجه باذن الله حتبان في النص الثاني من العام القادم باذن الله. يعني نعم. عام 2017 أنا أسفة. نعم دكتور بسنت، تتحدثين عن الخطط الإيجابية الواضحة، هل هناك خطط سريعة وعاجلة من أجل حل حالة هذه الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها يعني معظم الشعب المصري؟ شوفي حضرتك، ما فيش حاجة اسمها أزمة اقتصادية تتحل في خمس دقائق ولا في يومين ولا في شهر، إنما أنت على الطريق السليم، أنت بتزرعي دلوقتي وده مهم قوي، وبتحتصنعي على الزراعة وبتصطادي عشان تقدري توفري اكل، وبتحطي خطه للامن الغذائي لمصر، ودي مهمه جدا، لان لا يصح ابدا ان احنا بنستورد الحاجات الاساسيه، الفول والقمح والعدس والزيت يعني لما تشوفي بنستورد ايه، شيء مخجل. يعني احنا لا بنتكلم على قنابل نوويه ولا على اسلحه ذريه، دي حاجات بسيطه تقدري تزرعيها، وتقدري لو حطيتي خطه شامله تعمليها. كمان في تربيه الماشيه، ودي محطوط لها خطه كويسه قوي، النمو ايضا بصناعه الدواجن وصيد الاسماك، يعني الخطط كلها موضوعه والبلد كلها بتشتغل عليها، لكن عشان يبان في الاجل لا، هي عايزه ست شهور على الاقل عشان الناس تبتدي تشعر فعلا بانفراجه وتبتدي الاسعار تنخفض كما كانت في السابق. لكن المجهود الكبير اللي بيتعمل وخاصه في مكافحه الفساد، لاحظي حضرتك جزء كبير قوي من المشكله هو الفساد، ودي شايفه القضايا اللي بتيجي ورا بعضها، سواء في السكر وفي القمح وفي الرز وفي الاحتكار وفي الاراضي، والحقيقه شيء مخجل، لكن احيي الرقابه الاداريه على المجهود اللي هي عاملاه. فايوه في حلول، بس ان شاء الله في خلال ست شهور. نعم دكتور بسنت، اخيرا يعني هل تتوقعين ان يكون هناك تغييرا كبيرا، وخاصه انه يتزامن مع التغيير الوزاري الجديد ام لا؟ شوفي حضرتك، هو مش موضوع تغيير اشخاص، انا تعليقي دايما على اسلوب العمل مش الاشخاص. احنا بنشعر كتير قوي خصوصا لما بنتحدث مع الساده الوزراء في البرلمان، ان كان الناس بتشتغل في جزر منعزله. اذا ما غيرناش طريقه العمل وتعلمنا نشتغل كفريق عمل، وان النجاح نجاح للمجموعه مش لفرد او اخر، يبقى مهما غيرت الافراد مش هتوصلي لحاجه. احنا بنشعرها جوه البرلمان لما بنستقبل الساده الوزراء، كل واحد بيتكلم في اتجاه، ولذلك حتى احنا اخيرا بقينا نقول نعزم ثلاثة أربعة مع بعض اللي هم بخصوص نفس الموضوع، عشان يبقوا قاعدين مع بعض قدامنا ونقدر نتناقش في الكلام اللي احنا عاوزين نتناقش فيه معاهم مع بعض، عشان ما يبقاش دايما دي مش مسؤوليتي دي مسؤولية فلان. فأرجو ان احنا نحاول بقدر الإمكان نخلق فرق عمل، ونبعد بقى عن مجرد كل واحد متصور له ان هو اللي يعني
مش عايزه اقول يعني اكثر واحد نعم كفاءه. نعم دكتور بسنت فهمي، وضحت هذه الفكره تماما. دكتور بسنت فهمي عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب المصري، نشكرك جزيل الشكر. وصل وزير الخارجية سامح شكري العاصمة التونسية، حيث تعقد جولة محادثات سياسية بين البلدين، يعقبها لقاء وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب التونسي، ثم لقاء مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيث ينقل إليه رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقة الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من الملفات الإقليمية المهمة التي تخص الطرفين. تأتي الزيارة في إطار مناقشة سبل مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وأمن الحدود اتصالا بالأزمة الليبية. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة وجود رؤية شاملة لوقف انتشار الإرهاب والحد من قدرته على جذب عناصر جديدة وتكثيف منابع تمويله. وخلال لقائه رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر، شدد شكري على أهمية التنسيق الأمني بين الدول العربية ولا سيما دول جوار ليبيا في هذا الصدد. من جانبه أعرب الناصر عن تطلعه لمزيد من تبادل الخبرات بين برلماني البلدين، وأشار إلى حرص تونس على التنسيق والتشاور مع مصر فيما يتعلق بالأزمات والتحديات التي تواجهها الدول العربية وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب. أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا ضرورة أن تظل الأمم المتحدة مواجهة لعملية السلام السورية وأن تستمر في جنيف. من جانبه وصف رئيس وفد الحكومة السورية في محادثات أستانا بشار الجعفري المحادثات بالناجحة، وعبر عن دعمه للبيان المشترك الذي صدر عن روسيا وإيران وتركيا. واعتبر الجعفري أن البيان يحظى بتوافق الجميع، مؤكدا أن الحكومة ستواصل هجومها في منطقة وادي بردة قرب دمشق طالما ظلت العاصمة محرومة من المياه. من جهتها أبدت المعارضة السورية تحفظها على بيان أستانا الختامي، وقال رئيس الوفد محمد علوش أن المعارضة قدمت اقتراحا منفصلا إلى روسيا من أجل وقف إطلاق النار، متوقعا أن ترد موسكو على الاقتراح في غضون الأسبوع. أضاف علوش أن روسيا انتقلت من كونها طرفا في القتال إلى ممارسة جهود كي تصبح ضامنا لوقف إطلاق النار، وأكد أن المعارضة المسلحة لن تسمح مطلقا بأن يكون لإيران أي رأي في مستقبل سوريا. ومن دمشق مشاهدي الكرام ينضم إلي سيد محمد عيسى الخبير الاستراتيجي. سيد محمد أهلا بك. يعني ترى ما هي التحفظات من قبل المعارضة السورية على البيان الختامي، وهل للبيان قيمة في إطار هذه التحفظات أم لا؟ يعني هو التحفظات التي تحدث عنها المعارضة هي حقيقة تحفظات سعودية وحتى تحفظات تركية. يعني في دور لإيران في سوريا، نعم سيكون لم يكن هناك أي دور لإيران في سوريا، ولكن لن يكون هناك أي دور لتركيا أيضا، ولن يكون هناك أي دور للعصابات المسلحة التي يعني هي في كل الأحوال هي ليست سوى صدى لتلك الأجندة الأجنبية على الكرام الشيء. نعم، يعني إذا كذلك فكرة تصريحات السيد علوش بأن روسيا أصبحت الآن ضامنا لعملية السلام، لم تقتصر على كونها طرفا في القتال، هل يعني ذلك خروج روسيا تقريبا من الدعم المطلق الذي كانت توليه للنظام السوري في للرئيس بشار الأسد؟ أعني يعني التصريح الذي تنطلق به المعارضة أو تنطلق به المعارضة على المسلحة هو تصريح تركي حقيقة، لأن هؤلاء ليسوا جهة سياسية سورية بل هم جهة تركية بإصح التعبير. يعني إذا لا يكون معروفا أن تلك التصريحات هي تصريحات تركية، ويحاولون بشتى الطرق أن يتماهوا مع الدور الروسي. إذا كانت تركيا راضية عن الدور الروسي فأكيد علوش وشركائه ممن يعني الأحزاب التي هي أو المنظمات الإرهابية ذات الأصل التركماني ذات القومية التركمانية هي بالتأكيد مع تركيا.
ما اذا كان غير ذلك فهي تتخذ موقفاً اخر. طيب سيد عيسى، يعني الجميع الان يريد ان يتجه الى شكل أكثر استقرارا في المفاوضات السورية. بشار الجعفري يتحدث عن أن المحادثات كانت ناجحة. الأطراف كلها يعني يبدو أن وإن كانت السعودية وتركيا تدعمان المعارضة، أو هذا رأي الدولتين بشكل أو بآخر، هل حان الوقت فعلا لاستقرار وإقرار الأوضاع في الداخل السوري على أي شكل كان؟ أعتقد أن الأمور يعني بهذه البساطة وهذا التفاعل الحفري، لكن في كل الحالات ترويض الدور التركي أو على الأقل إخراجه من معادلة الصراع المباشر مع الدولة السورية أو المؤيد المباشر للمجموعات الإرهابية هو عمل جيد في كل الحالات، لكن هو سيخفف من شدة الأزمة السورية. لكن أنني هذا كلام أعتقد أنه ثابت لأوانه كثيرا ومفرط التفاعل أيضا. أشكرك شكرا جزيلا محمد عيسى الخبير الاستراتيجي الذي حدثني توا من دمشق. وعلى الصعيد الميداني، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 6 طائرات حربية روسية نفذت ضربة منسقة على أهداف لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور السورية. وأضافت الوزارة أن الطائرات انطلقت من قاعدة جوية في روسيا، كما نفذ الطيران السوري غارات مكثفة على مواقع تحركية تنظيم داعش في دير الزور، وذلك كان خلال الساعات 24 الماضية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن القصف أسفر عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم. ولتسليط ضوء أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الآن مراسلنا من دمشق. مرحبا بك. اهلا بك. نعم، بداية ما كانت المعركة التي جرت في دير الزور كانت من أشرف المعارك والهجمات على هذه المدينة. أما جرى من هذا الهجوم على مسلحي داعش استطاعوا أن يقطعوا الطريق بين المطار والمدينة، إلا أن التوجيش بعد الاستيعاب من هذه المنطقة نفذوا عدد كبير وبشكل كثيف جدا طلعات طيران أساسية ومهمة. بعدها تم طرد داعش من بداية منطقة ما يسمى المقابر الفاصلة بين المطار والشيطات والجزء الآخر من المدينة. عندما تراجعوا كان هناك مجموعة دعم تقدمت واتت من باقي الجبهات المحيطة بمدينة دير الزور، وعندما وصلت المنطقة تحديدا ولتكون المكان أكثر دقة هو منطقة غرب الشيطان في مناطق المحيط القريبة من جبل السردة والاستراتيجي الذي يسيطر عليه داعش والقريب من منطقة المقابر. فقام الطيران السوري بغلق هذه المجموعات التي تراجعت الى الخلف، وكان هناك تهديد بهجوم عنيف قد يحصل بها. الا ان الطيران الاستراتيجي الروسي فعلا قام بضرب هذه المواقع ب6 طائرات، قامت بضرب هذه المواقع وتم تدميرها بشكل كامل. اهم المواقع كانت تماما في مدخل المقابر وفي منطقه الحويقه، اضافه الى معامل المسلحين، المعامل المتفجرات ومستودعات الاسلحه المتواجده غرب جبل السرده والمتواجده في منطقه في شمال دير الزور وتحديدا في الحويجي. بعد هذا يعني بعد هذا نستطيع ان نقول ان هذه الهجمه يمكن ان تكون قد بدات في ان تكون فعلا فاشله، وبدات قوى الجيش بالتقدم في مناطق من محيط منطقه المقادر باكثر من 200 متر مربع تم تحصينها وتثبيت مراكز قوى لديها. هذا اهم ما حصل في مدينه دير الزور. نعم سيد يعرب، هناك الكثير من الأقاويل التي تتحدث عن أن تركيا تخلت عن المعارضة، والبعض الآخر يرى أن تركيا تبحث الآن عن مصالحها. ما هي ردود الأفعال لديكم الآن في سوريا؟ نعم، مبدئيا أهم ما يجري اليوم هو ذلك التحضير الأساسي والمهم الذي يقوم به الجيش العربي السوري من شمال حلب ومناطق مقاربة من مناطق الباب. هناك استعدادات كبيرة جدا وعدة قوى أتت وتمركزت تلك المناطق استعدادا للهجوم. قد بدأ قسم منه في المناطق الجنوبية من محيط الباب
وتقدم فيها الجيش الى حد معين، الا ان هناك كلام عن انه بعد التنسيق الذي جرى من الطيران مع طيران روسيا التركي قد يتقدم الجيش تماما في تلك المناطق تارك قاطعا اخر امل لهذا الامر. الاكثر من هذا ان الدوله التركيه قد بنت جدارا عازلا على الحدود السوريه التركيه، ولكنها بنته حسب ما تراه هي للحدود، بالتالي قامت بقبض مساحات الاراضي السوريه في بناء هذا الجدار، خصوصا عندما بني من عند منطقه كسر. هو المخطط ان يكون هناك 300 كيلومتر لهذا الخط، اليوم تم انجاز 12 كيلومتر من هذه المنطقه. اهم هنالك ان الوسائل الاساسيه التي تعتمد عليها تركيا اليوم وهي المجموعات المسلحه، اليوم تشهد الدوله تشهد سوريا وعدة مناطق اهمها في ادلب مثلا، في اشتباكات بين هذه المجموعات تقتل بعضها البعض. اليوم مسلحية جماعة النصرة نعم يعرب الهجوم على مجموعة نعم يعني الحديث عن تحرير مدينة حلب السورية، هذا الأمر جعل موقف المعارضة يعني موقف ضعيف، لذلك رضخت لهذا أو لهذه المحادثات الأخيرة في أستانا وكان للمرة الأولى. أيضا ما هي الأجواء حول ذلك الموضوع، وخاصة أن السيد بشار الجعفري يرى أن وفد المعارضة السورية يحاول تقويض سير مفاوضات أستانا؟ نعم، بداية نصدر هناك إشارات من تركيا وهي إشارات واضحة تحاول فيها أن تجد مدخلا لتحييد جبهة النصرة، هناك لعبة معينة وهناك تخطيط معين لإيجاد هذا الخط لتحييد جبهة النصرة. الخوف أكثر من هذا أن اللعبة الأساسية، وهذا الكلام يقال لأول مرة، اللعبة الأساسية تجري في مدينة إدلب، وهذا الكلام مسرب من بعض القيادات الموجودة من قيادات مسلحين إدلب المتواجدين والذين يخضعون لضربات من قبل النصرة، أن هناك محاولة لتحطيم الجيش الحر في منطقة إدلب من قبل تركيا، وذلك بأن يخلع مسلحون النصرة ملابسهم فقط أو عفوا شعاراتهم فقط، ويذهبون ليحملوا رايات الجيش الحر بنفس العظافة ونفس الموجودين، فقط تغيير اسم، وذلك لمواجهة المجتمع الدولي بأن هؤلاء لن يعودوا نصرة. بالتالي أهم ما يتم العرقلة عليه هو ارتباطات هذه المجموعات مع النصرة وخشيتها من أنها لا تستطيع أن تقاوم النصرة، يعني عمليا هذه المجموعات المحاربة، يعني اسمح لي فقط ولو بعجالة أن أعطي ضوءا صغيرا على هذه المجموعات المشاركة. أهم المجموعات إن كان الجيش الإسلام هو يقود هذه المجموعات في الإستان اليوم، هذا الجيش متهم أولا بأنه هو الجيش الذي تم بوضع الناس في الأقفاص وتسييرها والنساء العاريات في الأقفاص وتسييرها في مدينة دوما. الجيش الآخر هو المرتبة الثانية الذي شارك في هذه العملية هو جيش ما يسمى الجبهة الشامية، هذا الجيش هو المتهم وكان أحد قياداته من قام بعملية. نعم يعرب، يعني وضحت هذه النقطة. أخيرا يعني نريد أن نتحدث أيضا عن المحادثات القادمة ومحادثات جنيف، هل ستكون محادثات جنيف هي المحطة الأخيرة لكل هذه المفاوضات الخاصة بالأزمة السورية أم لا؟ نعم، يعني بداية كوننا استطعنا أن نشهد في البيان في هذا البيان الأخير الذي تم الحديث عنه بأنه اليوم استطاعوا أن يخرجوا بكلام قرروا فيه بأن يكون هناك آلية ثلاثية من إيران وروسيا وتركيا، آلية ثلاثية لمراقبة ضمان التزام الكامل. نعم نعم يعرب خير بك، مراسلنا من دمشق نشكرك جزيل الشكر، وضحت هذه الفكرة تماما، نشكرك جزيل الشكر. نفى الكولونيل جان داريا المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا والعراق شن ضربات مشتركة مع روسيا ضد التنظيم الإرهابي في سوريا. من جانبه قال المتحدث باسم البنتاغون جيف دافيس أن بلاده تجري محادثات روتينية مع روسيا تحت شعار الحد من الصدام بغرض تجنب الحوادث الجوية غير المقصودة في سماء سوريا المزدحمة على حد تعبيره. كما أكد دعم البنتاغون عمليات الجيش التركي ضد تنظيم داعش في محيط مدينة الباب بريف محافظة حلب السورية. دعت الأمم المتحدة الدول المانحة لتخصيص 4.6 مليار دولار إضافية لمساعدة ملايين السوريين اللاجئين في البلدان المجاورة لسوريا. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن اللاجئين السوريين والمناطق التي تستضيفهم يحتاجون أكثر من أي وقت مضى
للدعم، كما طالب جراندي المجتمع الدولي بتوجيه رسالة واضحة لتأييدهم للاجئين، مشيرا إلى أن نسبة التمويل وصلت إلى 60% من إجمالية التعهدات الأممية للاجئين. يذكر أن الأمم المتحدة ونحو 240 من شركائها أطلقت رسميا في العاصمة الفنلندية خريطة المساعدات الإقليمية للاجئين، وذلك لعامي 2017 و2018. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسميا انتزاع شرق الموصل بالكامل من تنظيم داعش. في غضون ذلك بدأت القوات العراقية الإعداد لهجوم للسيطرة على الجزء الغربي من الموصل من التنظيم الإرهابي. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن 750 ألف مدني يعيشون غرب مدينة الموصل العراقية، وذلك قبيل هجوم بدعم من الولايات المتحدة لطرد تنظيم داعش الإرهابي من المنطقة. وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للعراق ليز جراندي في بيان إن التقارير الواردة من داخل المناطق الواقعة غرب الموصل مقلقة، حيث أنها أثبتت ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. وأضافت جراندي أن هناك العديد من الأسر العراقية في تلك المناطق تأكل مرة واحدة فقط في اليوم، كما يضطر بعضهم إلى حرق أثاث منازلهم للتدفئة. Particularly since information indicates that ISIL continues to base itself in civilian houses and infrastructure and is exploiting civilians as shields. We are deeply concerned about the safety and humanitarian conditions. مشاهدي الكرام، وقفة قصيرة. أهلا بكم، نواصل نشرة الأخبار. وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية، وكانت بلدية القدس قد منحت في وقت سابق تراخيص لبناء 566 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات بالجانب الشرقي من مدينة القدس الشرقية، موضحة أن بناء المزيد من المستوطنات جاء بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هذا وأدانت السلطة الفلسطينية الإعلان الإسرائيلي وحذرت من عواقبه، وأكدت السلطة أن القرار سيعيق أي محاولة لإعادة الأمن والاستقرار وسيعزز التطرف والإرهاب وسيضع العراقيل أمام أي جهد يبذل من أي جهة، وذلك لخلق مسيرة سلمية تؤدي إلى الأمن والسلام. نحن نعتبر أن كل الاستيطان الاستعماري هو غير شرعي وغير قانوني ولا بد من إزالته. هناك قرارات واضحة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، وليس أقلها وآخرها كان القرار 2334 الذي يؤكد على عدم شرعية وقانونية الاستيطان الاستعماري بإجماع دولي. هذا الأمر يستوجب أن يكون هناك وقفة من المجتمع الدولي، وأيضا نحن لن نقبل إطلاقا بأن تبقى هذه الحكومة ماضية في كل ما يتعلق باستمرار جرائمها وعدوانها ضد شعبنا الفلسطيني. ينضم إلي مشاهدي الكرام رأفت الأريان من القدس المحتلة. رأفت، هل تسمعني؟ نعم. أهلا بك أستاذ رأفت. يعني سيد رأفت، دعني أسألك، يعني هناك إدانة للسلطة الفلسطينية هذا الإعلان الإسرائيلي، هناك تحذير أيضا من عواقبه وأنه سيعيق أي محاولة لاستعادة الأمن بشكل أو بآخر، كيف تقرأ كل هذه التطورات؟ يعني بالتأكيد حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو تحاول أن تستغل الوقت وتحاول أن تستغل الظروف التي تجري في الشرق الأوسط وانشغال العرب بأمورهم الداخلية، وتحاول أيضا أن تستعين بالموقف الأمريكي الجديد الداعم للاستيطان والداعم لسياسة بنيامين نتنياهو، هذا أولا. وثانيا، بنيامين نتنياهو يتعرض لأزمة داخلية في الشارع الإسرائيلي، يحاول أن يصدر أزمته الداخلية في مزيد من الاستيطان وفي التصعيد ضد أبناء الشعب الفلسطيني. نحن نقول أن هذه السياسة ستدور المنطقة إلى دوامة من العنف. بنيامين نتنياهو بهذه السياسة
سيجعل المواجهة مع كل فلسطيني، المواجهة الشخصية مع الفلسطينيين، لأن الحصار والاستيطان سيولد العنف. وهذا التحدي الذي تقوم به حكومة الاحتلال هو يتحدى المجتمع الدولي ويتحدى قرارات دولية، وهذا تخوفنا أنه سيجلب الفوضى في المجتمع الدولي وسيجلب الفوضى في مجلس الأمن. في المستقبل القريب ستستند بعض الدول إلى عدم التزام إسرائيل بالقرارات الدولية في أمور كثيرة تتعلق في بلدانهم. لهذا السبب نقول إذا ما التزمنا جميعا بالقرارات الأممية ستكون هذه عواقب خطيرة على المنطقة، وستتحمل الإدارة الأمريكية أولا والإسرائيليين ثانيا تبعات هذا التصعيد الإسرائيلي الغير مسبوق ضد الأراضي الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني. ونحن كفلسطينيين نقول أن الشعب الفلسطيني لن يصمت على هذا الاستيطان ولن يصمت على هذا التصعيد. وبنيامين نتنياهو جرب الشعب الفلسطيني على مدار الصراع العربي الإسرائيلي، الشعب الفلسطيني لم يرفع الراية البيضاء ولن يرفع الراية البيضاء. القيادة الفلسطينية توجهت إلى المؤسسات الدولية، ونحن نقول على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في تنفيذ قرارات أممية تتعلق بالقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الذي يدين الاستيطان بما فيه القدس الشرقية. لهذا نقول ونجدد أن يجب أن يكون هنالك أولا على الصعيد الداخلي لملمة فلسطينية في وحدة فلسطينية شاملة، نتفق على مصطلح موحد في السياسة لمخاطبة الدول العربية. ثانيا يجب على الدول العربية أيضا وعلى جامعة الدول العربية أن تتحمل مسؤوليتها في فرض ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك أوراق ضغط لدى بعض الدول العربية والإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد الكيان الإسرائيلي. لم تستخدم هذه الأوراق. إذا ما استخدمت أوراق الضغط في هذه الفترة، أنا أعتقد أن المنطقة قادمة على مزيدا من العنف، قادمة على مزيدا من التصعيد، قادمة على مزيدا من تفجير الوضع على الساحة ليست فقط الفلسطينية، على الساحة العربية والإقليمية والدولية. والمجتمع الدولي ذاق الإرهاب وجرب ما معنى الإرهاب وما معنى الحصار وما معنى الاحتلال وما معنى أن يكون هنالك انفلات قانوني دولي. لهذا مطالبنا نحن كفلسطينيين فقط تطبيق قرارات الشرعية الدولية. نحن كفلسطينيين قدمنا للمجتمع الدولي كل ما علينا من التزامات، لا نريد إلا أن يطبق المجتمع الدولي التزاماته اتجاه أطول احتلال في العالم، اتجاه هذا الإرهاب الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وفي الأراضي الفلسطينية. سيد رأفت أشكرك وأعتذر عن نطق الاسم بشكل غير صحيح وصححه سيد رأفت عليان القيادي بحركة فتح، شكرا جزيلا لك. وإلى الشأن الليبي، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري تحقيق وحدات الجيش انتصارات كبرى تمهد لتحرير كامل مدينة بنغازي الساحلية وتعيد إليها الحياة مرة أخرى. سلامة المدنيين العالقين كانت هدفا رئيسيا صاحب التقدم الأخير للقوات الليبية. نتابع المزيد حول هذه العمليات في سياق التقرير التالي. لأول مرة منذ بدء عملية الكرامة توغلت وحدات من الجيش الليبي في محور قنفودة وتمكنت من فرض سيطرتها على حي الطير الاستراتيجي في مدينة بنغازي. انتصارات كبرى تمهد لتحرير كامل مدينة بنغازي الساحلية وتعيد إليها الحياة مرة أخرى. هكذا أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، والذي أشار إلى أن التقدم الأخير صاحبته خطوات حذرة حفاظا على المدنيين العالقين والعمالة الوافدة والمحتجزين لدى الجماعات الإرهابية. وبالتزامن مع الانتصارات في بنغازي، أعادت المؤسسة الوطنية للنفط فتح 3 مواني على خط الساحل الواقع جنوبي بنغازي بعدما انتزع الجيش السيطرة عليها، داعية الشركات الأجنبية لاستئناف العمل بها بعد أن باتت مؤمنة أملا في زيادة الإنتاج النفطي. وفي ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجه مؤسسة النفط الوطنية لعودة الإنتاج بالمعدلات المطلوبة، يحذر مسؤولون من عودة القتال في محيط الحقول النفطية بعد أن تأثرت بناها التحتية بسبب العمليات العسكرية والقصف المتبادل. رغم الحصار الدولي المفروض على تسليح الجيش الليبي، إلا أنه مستمر في خطواته نحو طرد التنظيمات الإرهابية وضخ الدماء في مؤسسات الدولة بعد أن تسبب غيابها في إهدار ثروات البلاد وانتشار السلاح والفكر المتطرف.
جدد مجلس الأمن الدولي دعوته إلى نشر قوة عسكرية إقليمية بتفويض أممي في جنوب السودان، ودعا مجلس الأمن كذلك إلى إحياء عملية سياسية شاملة سعيا لإنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ 3 سنوات، وطلب بمعاقبة مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين. هذا واستنكرت الدول 15 الأعضاء بالمجلس استمرار القتال بجنوب السودان بين الحكومة والمتمردين، كذلك العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية. تصدر المحكمة البريطانية العليا اليوم قرارها حول ضرورة أو عدم ضرورة مشاورة الحكومة للبرلمان قبل بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويتوقع عدد من المراقبين أن يؤكد القضاة 11 في المحكمة قرار محكمة لندن العليا التي رأت أن تفعيل المادة رقم 50 من معاهدة لشبونة يتطلب موافقة النواب. من جهتها، وبعدت تريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية بإطلاق العملية قبل نهاية مارس بتنظيم صفوف أعضاء حكومتها لبدء المناقشات في البرلمان في أسرع وقت ممكن. وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة على تعيين ريكس تيلرسون وزيرا للخارجية، وصوت 11 نائبا لصارح تيلرسون، فيما عارض 10 نواب ترشيحه جميعهم من الحزب الديمقراطي. هذا وقد وافق مجلس الشيوخ كذلك على تعيين مرشح الرئيس ترامب النائب مايك بامبيو لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. نشرتنا متواصلة، تابعونا. ولكن بعد لحظات. أهلا بكم من جديد. التقى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة لواء محمد علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث خطط الحكومة لتنفيذ قواعد استلام القمح الموسم الجديد استعدادا لتوريده في أبريل المقبل. وناقش الاجتماع الفني تحديد مسؤولية كل وزارة فيما يتعلق بمنظومة توريد القمح، سواء فيما يتعلق بنوعية الانتاج ومتابعة المزارعين في تجهيز المحصول الناتج من أراضيهم، وذلك قبل وصوله إلى مراكز التجميع في الشؤون أو في الصوامع. يأتي ذلك بينما عقدت وزارة الزراعة اجتماعا مع مسؤولي وزارة التموين لمراجعة ضوابط وآليات استلام محصول القمح المحلي من المزارعين ومنع تكرار سيناريو العام الماضي. ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الآن السيد حامد عبد الدايم مستشار وزير الزراعة. مرحبا بك سيد حامد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. المفترض أنه كان هناك اجتماع لوزارة الزراعة مع مسؤولي وزارة التموين لمراجعة ضوابط وآليات استلام محصول القمح المحلية، ماذا تمخض عن هذا الاجتماع؟ يا فندم، طبعا عقد فعلا اليوم بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع بين معالي الوزير الاستاذ دكتور عصام فايد وزير الزراعه واستصلاح الاراضي وسيد اللواء محمد علي مصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه للوصول لضوابط محدده وحاكمه لعمليه توريد القمح في الموسم الحالي ان شاء الله، لتلافي السلبيات التي حدثت في اثناء توريد المحصول في الموسم السابق. فالحقيقة تم مناقشة هذه الضوابط وأيضا استعراض الاجتماعات السابقة بين اللجان الفنية من الزراعة والتموين وأيضا الجهات المعنية بهذا الشأن، وتم استعراضها أمام السادة الوزراء اليوم. والحقيقة هناك نقاط سوف يتم استكمالها، ولذلك فيكون هناك إن شاء الله اجتماع آخر يوم الثلاثاء القادم وزارة التموين بين أيضا معالي وزير الزراعة ووزير التموين للوصول للصيغة النهائية والضوابط النهائية لعملية توريد القمح في هذا الموسم. نعم سيد حامد، الحديث عن منع تكرار السيناريو الذي حدث في العام الماضي، ما هي الخطط الموضوعة الآن من أجل منع تكرار هذا السيناريو؟ يعني هو طبعا يعني في مقترحات عديده، من اهم هذه المقترحات ان تكون الجمعيات الزراعيه نقاط تجميع للقمح من الفلاحين، وتتولى هذه الجمعيات توصيل القمح الى الصوامع والشون
في جميع المحافظات تيسيرا على الفلاحين، وعلشان تكون وسيلة حاكمة لمنع وصول القمح المستورد أو خلطه بالقمح المحلي، وأيضا تيسيرا على الفلاحين. لكن احنا الحقيقة في خلال هذا الأسبوع طلب في هذا الاجتماع اليوم من السادة مسؤولي التموين وأيضا بنك التنمية أو البنك الزراعي المصري معرفة الساعات التخزينية، ده كان طلب الحقيقة مع الوزير معرفة الساعات التخزينية الحقيقية لجميع الصوامع والهناجر والشون على مستوى الجمهورية، وأيضا يتم تقدير كمية المحصول إن شاء الله في هذا الموسم علشان نحدد بالضبط ساعة كل أو الصوامع الموجودة في كل محافظة تيسيرا على الفلاحين لتسهيل عملية توريد القمح. نعم سيد حامد، أخيرا هل تتوقع التزام المزارعين بالقواعد الجديدة الموضوعة أم لا؟ أكيد يا فندم، يعني هلتزموا لأن كلها قواعد وضوابط من أجل تيسير العمل وتسهيل عملية التوريد بالنسبة للفلاحين. طبعا لو تم تنفيذ هذه الضوابط ده هيكون في صالح جميع المزارعين على مستوى الجمهورية، فأكيد هيلتزموا. بالعكس احنا بنخفف الضغوط وبنخفف المعاناة على الفلاح، بنحاول نيسر له كل الأمور بحيث ان احنا نساعده في عملية التوريد ان شاء الله. نعم السيد حامد عبد الدايم مستشار وزير الزراعة، نشكرك جزيل الشكر على هذا الإيضاح. وقع وزير البيئة خالد فهمي بروتوكول تعاون مع مركز التنمية والبيئة للإقليم العربي وأوروبا سيداري بحضور المدير التنفيذي للمركز نادية مكرم عبيد. يأتي بروتوكول تعاون في إطار تطوير تقرير عن حالة البيئة في مصر. أعلنت الهيئة العامة للسكك الحديدية اليوم عن بدء تشغيل عربات جلوس جديدة بقطارات النوم مزودة بشاشات عرض بكل كرسي. وقال رئيس الهيئة مدحت شوشة إن العربات الجديدة والعربات الجديدة تقدم خدمات متميزة للمسافرين سواء المصريين أو الأجانب، وتم توريدها من الهيئة العربية للتصنيع، موضحا أن العربات ملحقة بقطار للنوم رقم 86 المتجه من القاهرة إلى أسوان. توصل فريق بحثي بالمركز القومي للبحوث لإنتاج نماذج من الأقمشة المضادة للبكتيريا، ومن الممكن حال استخدام هذه الأقمشة أن تسهم في الحد من انتقال عدوى الأمراض الوبائية. نجح فريق علمي بالمركز القومي للبحوث في إنتاج أقمشة مضادة للبكتيريا والحشرات، وذلك بإضافة طبقة من المركبات الكيميائية الطبيعية على الملابس المصنوعة من البوليستر. ده مشروع ممول من صندوق العلوم والتكنولوجيا بوزارة البحث العلمي. هذا المشروع الهدف منه إيه؟ إن احنا نعمل حزمة نستطيع من خلالها إن احنا ننتج هنا في مصر هذه الأنواع من الأقمشة غير المنسوجة بدلا من المستورد. ومن المفترض أن تسهم هذه التقنية في مكافحة العدوى للأمراض الموسمية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الصدرية والأنفلونزا مثل كبار السن والأطفال. الأقمشة غير المنسوجة من الممكن أن تستخدم المقاومة لتأثير الميكروبات، من الممكن أن تستخدم في أجهزة التكييف، لأن حسب القانون لازم يكون في عندي فلتر بيمنع دخول الميكروبات مع الهواء. احنا عملنا انتاج تجريبي على المستوى الصناعي، ولكن نحن نطمع في ان نجد الشريك الذي يساعدنا في ان يكون هذا المنتج منتج على المستوى العام. كما من الممكن ان يرتديها الاطباء والفرق الطبيه المساعده للحد من انتقال العدوى بالمستشفيات والوحدات الصحيه، اضافه الى العاملين في المعامل الحيويه ومصانع الادويه وغيرها من الصناعات التي تتطلب معايير خاصه للتاكد من عدم انتقال الميكروبات. ننتقل مشاهدينا الكرام الان الى اخبارنا الاقتصاديه. أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الإداري للدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في فبراير المقبل. وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة دكتور محمد معيط لأون لايف، قال إن 3 ملايين موظف يصرفون 10% علاوة خاصة بأثر رجعي من يوليو 2016،
وأرجع معيط تأخر صرف العلاوة إلى تأخر مجلس النواب في إقرارها. قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 10 مليارات و200 مليون دولار بعد تحريك سعر الصرف. أضاف عامر في بيان مساء أمس أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 9 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر فقط، مقارنة بمليار دولار في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى التدفقات النقدية للمستثمرين إلى أنها تجاوزت 900 مليون دولار منذ تحريك سعر الصرف. ألغت وزارة الخارجية الألمانية اليوم آخر قيود حظر حركة طيران السياحي لشرم الشيخ ومناطق جنوب سيناء. وقالت وزارة النقل الألمانية في بيان لها إنه تم إعفاء شركات الطيران من الالتزام بارتفاع 26 ألف قدم فوق جنوب سيناء. وأضافت الوزارة أن القرار تضمن السماح لشركات الطيران والسياحة أن تسير رحلاتها مباشرة إلى مطار شرم الشيخ دون دفع رسوم تأمين إضافية. استعدادا لاستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية، عرضت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس خططها لتنمية الإقليم خلال ندوة عقدت بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين. وناقش المجتمعون قوانين الاستثمار والضرائب والإجراءات التي تتخذها الهيئة لخلق مناخ جيد للاستثمار. لو فهمنا كلمة المجتمع خارج هذا المفهوم، فرص الاستثمار والتنمية بمحور قناة السويس كان عنوانا للندوة النقاشية التي جمعت بين الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من المستثمرين، وذلك بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين بهدف خلق مناخ جيد للاستثمار بالمنطقة. عندنا بعض الإجراءات اللي احنا كمنطقة اقتصادية استطعنا ان احنا بسرعة نؤديها، زي تأسيس الشركات بيتم عندنا في 3 أيام، إصدار ترخيص البنى في 5 أيام. دي مسائل بتسمع عندك يقينا. طبعا الإعفاءات الضريبية بتشجع المستثمر، المستثمر بيبقى باصص على مجموعة من الحاجات حوالي 11 أو 13 حاجة، الضرائب أكيد واحدة منهم. بيختلف من مستثمر لمستثمر، في مستثمر الضرائب بالنسبة له رقم 3، في مستثمر الضرائب بالنسبة له رقم 7. الإعفاءات الضريبية للمستثمرين قد تساهم في جذب الاستثمار بالمنطقة، ولكنهم يأملون في تثبيت سعر الضريبة لمدة أطول لضمان الاستقرار. أنا لي وجهة نظر مختلفة، مش سعر الضريبة مش هو المهم، المهم استقرار القوانين، استقرار سعر الضريبة، يعني ما تتغيرش كل شوية. المستثمر اللي بيجي بيعمل دراسة جدوى على 22.5% مش مشكلة، عنده استعداد إن يجي على نفس السعر ده، بس يهمه يطمن إن السعر ده مش هيتغير بعد 5 سنين ويبقى 30. فمهم جدا يكون هناك سياسة واضحة إن سعر الضريبة مستقر على الأقل لمدة 10 سنين عشان المستثمر اللي يجي يعمل دراسة جدوى ما يجيش يفاجئ بعد سنتين بعد 3 4 إن بنغير سعر ده بنبوظ دراسة الجدوى بتاعته. أهداف يطمح المستثمرين بتحقيقها خلال هذا اللقاء واستغلال فرص الاستثمار المتاحة بمحور القناة. بكر الشرقاوي. وبنهاية أخبارنا الاقتصادية نبدأ مع الجولة الرياضية. يختتم اليوم منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته في إطار الاستعدادات لمواجهة منتخب غانا والمقرر لها غدا يوم الأربعاء، في ختام منافسات الدور الأول من المجموعة الرابطة لبطولة الأمم الإفريقية. وخاض منتخب مصر تدريباته أمس على ملعب سوغارا، وذلك رغم تعرض مدينة بورت جنتيل الجابونية لأحوال جوية متقلبة. يذكر أن منتخب البلاك ستارز يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب الوطني مركز الوصافة برصيد 4 نقاط. ويكفي الفراعنة التعادل في لقاء الغد لحجز بطاقة العبور الثانية للدور ربع النهائي. أعلن الاتحاد الإفريقي عن إسناد مهمة إدارة لقاء مصر وغانا ببطولة كأس الأمم الإفريقية إلى الجنبي بكاري جاسامة، أفضل حكم بإفريقيا في العامين الأخيرين. وفي السياق ذاته أعلن منسق مباراة مصر وغانا في الاجتماع الفني للمباراة أن المنتخب الوطني سيرتدي زيه التقليدي الأحمر والأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر، فيما يرتدي المنتخب الغاني القميص الأبيض والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى اللون الأصفر.
يخوض المنتخب المغربي مباراة مصرية أمام نظيره الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية في 9 مساء اليوم في ختام لقاءات الدور الأول للمجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية بالجابون. ويدخل المنتخب الإيفواري اللقاء رافعا شعار الفوز لضمان التأهل للدور ربع النهائي، فيما يتعلق أو فيما يكفي المنتخب المغربي التعادل لحجز إحدى بطاقتي العبور للدور الثاني. يذكر أن منتخب أسود الأطلسي يحتل وصافة المجموعة بثلاث نقاط خلفا لمنتخب الكونغو الديمقراطية المتصدر بـ4 نقاط، فيما تحتل الأفيال العاجية المركز الثالث برصيد نقطتين أمام توغو متذيلة الترتيب بنقطة واحدة. مشاهدينا الكرام، كانت الرياضة آخر ما لدينا، ولكن تبقى التذكير بأهم العناوين. السيسي يشيد بجهود رجال الشرطة وتضحياتهم ويؤكد أن الإجراءات الاقتصادية كانت ضرورية. الأمم المتحدة تدعو لبقاء المفاوضات السورية تحت مظلتها وتباين موقفي الحكومة والمعارضة في بيان أستانا. والعراق يعلن رسميا السيطرة على شرق الموصل. مستمرون معكم، تابعونا على رأس الساعة. شكرا لحضراتكم ونترككم في أمان الله.